مساء الخير والسعادة على كل مشاهدينا في كل مكان. برحب بحضراتكم معنا حلقة جديدة ويوم جديد مع ست الستات. ست الستات النهاردة كلامها عن الأمهات وعن رحلة الأمومة بكل مرحلة نفسية بتعدي بيها الأم، إزاي نظرتها لحياتها بعد ما بتبقى أم بتتغير، والتغيرات اللي حصلت لها فجأة في حياتها، زي مثلاً أبسط حاجة يعني ما بقتش تعرف تخرج زي الأول، وهو لو هو يعني حتى سبب بسيط، أو إنها مش عارفة تشوف صحابها، أو شعور الضغط اللي بتحس بيه ده، غير إزاي إنها تتعامل مع البيبي أو الطفل ده من غير ضغط من كل اللي حواليها اللي بيخلق لها زي صراع داخلي، كل واحد بيحاول يصلح لها هي لازم تعمل إيه، وتجربته كان فيها مشاكل إيه فهي ما تعملهاش. الدنيا بتبقى زحمة، زحمة أفكار، مش عارفة تسيطر على كل حاجة حواليها. هنتكلم عن كل حاجة خاصة بالأم، هل الشعور ده حقيقي ولا هي أوهام بتسيطر عليها، لخبطة هرمونات ممكن، أو إيه أسبابها نفسيا وإزاي ممكن نحلها كمان. وضيفتنا اللي منورانا وهتحاول تحل معانا ولكل الأمهات المشاكل دي مروة محمد، أخصائية الحالات النفسية أو الأخصائية النفسية و استشاري العلاقات الزوجية والأسرية. برحب بيكي معنا. أهلا وسهلا بيكي. كلنا مرينا بالمراحل اللي احنا بنتكلم عنها دي، لكن كلامنا النهاردة للي لسه بتمر بيها أو حتمر بيها أو على وشك إنها تكون أم في بداية، بقى بداية رحلة طويلة لا تنتهي. نتكلم إزاي؟ هل ممكن يبقى في تهيئة للنيو مامي؟ ونقول لها ايه في البداية عن الضيف اللي هتستقبله، الضيف الدائم، الضيف المحبوب جدا ولكنه متعب جدا، نقول ايه في البداية للأم الحامل، ايه اللي مستنيها؟ مستنيها حاجات جميلة اكيد، ومشاعر حلوة اول مرة هتحسها، لكن خلينا نقول ان التغيير سنة من سنن الحياة. طبعا لازم الواحد ما يقدرش يقعد في مرحلة حياتية طول عمره. الجواز والخلفة من اكبر التغييرات اللي تيجي تدخل على حياة البني ادم كده زي القطر، تغير شكلها تماما. احنا تجربتنا مع تغيير كبير زي ده بيكون ليه علاقة بنظرتنا احنا للتغيير ده. هل انا حد عايز استقبل التجربة دي بعقل زي ما نقول ايه، مش محايد، مش منحاز لاي رأي من الاراء، ولا انا معبأ برأي تجارب الآخرين، تجارب الآخرين ورأي المجتمع في أن الأمومة شكلها كذا، انسي بقى أنك تستحمي، انسي أنك تسرحي شعرك، انسي أنك تنامي، والكلام اللي احنا بنقوله بدافع الحب والنصيحة للأم، ولكن هو ده بيملى ودنها وبيملى دماغها غصب عنها، فبتلبس نظارة مش عايزين نقول سودة بس يعني مش مشبرة شوية، مش عارفة تبص على التجربة فعلا بشكل حيادي وتستفيد منها بشكل كبير وحيادي. حلو لانه الخلفه وان انت يبقى ليكي طفل خرج من جسمك هي قطعه من قلبك بتتحرك قدامك، حاجه طبعاً حلوه جدا وليها مزايا كبيره جدا، وفعلا شعوريا ونفسيا الست بتستفيد كتير قوي من تجربه انها تخلف. اولا بيحصل نضج في التفكير غير عادي، يعني الابحاث النفسيه اكدت ان الانسان بينضج شعوريا لما يبدا اهتمامه يبقى على حاجه براه. معظمنا قبل الخلفه بفكر في حالي في نفسي، لكن بعد الخلفه المفروض انك تفكري في نفسك، بس بتاخد اولويه اكبر الطفل التاني ده. ده بيعمل نضج كبير جدا عند الام وعند الاب. فلازم نقول لها ان انت ده تغيير كبير علشان تستفيدي منه، او علشان ما تضغطيش نفسيا بالتجربه، ما تسيبيش حد ياثر عليكي ويمليكي هو عاش حياته ازاي. صاحبة تجربتك اوكي، بس ممكن تستفيد من شويه نصايح لو بناءه يعني. طبعا صح؟ طبعا طبعا تجارب الاخرين مفيده، ممكن توفر عليا وقت انا ممكن اضيعه في التجارب والصح والغلط والكلام ده كله. علشان كده مهم ان انا اسمع وما انعزلش عن العالم او اراء الناس التانيه، الامهات التانيه، حماتي، جدتي، مامتي، بس هركب فلتر. انا عايزه الاقي الحاجات اللي اسيبها تدخل جوه عقلي وتستقر وتؤثر على قناعاتي والمبادئ بتاعتي وانا داخله على المرحله دي، وما بين ان ممكن يكون في حاجه تانية مثلا مؤذيه شويه هتعكر التجربه، فلا دي هسيبها على جنب شويه لحد ما احتاجها. اوكي، ولو حصلت هتعامل معاها في حينها، مش هبقى يعني مثقله بهم قبل ما يجي الهم ده، بعد شر عن كل الامهات. طيب تعالي نتكلم على الام العامله. في حاجتين، يا ام بتسيب شغلها علشان البيبي،
وبتسيبه سنة سنتين مدة طويلة. الأول نتكلم على الكيس دي، هل ده ممكن يكون بيأثر على الأم نفسيا إنها تسيب العمل، تسيب شغلها، تسيب التزاماتها وتقعد بالبيبي بس؟ وهل التأثير ده بيبقى سلبي ولا إيجابي؟ والله حضرتك قلتي بالظبط كلمة كل أم بتحس بيها، الصراع. هي قبل الخلفة كانت بتشتغل مثلا أو بتعمل حاجة هي بتحبها ومخرصة لها وقتها، لما يجي طفل جديد بتبقى قدام الصراع ده، أنا هعمل إيه وحياتي بعد الخلفة شكلها عامل إزاي؟ طبعا فيما يخص شغلي بالذات، هي لو بتشتغل في سلك وظيفي مثلا محدد بمواعيد عمل معينة من 9 ل 5 والكلام ده كله، فهنا بتبقى والله البنات من وقت ما هي حامل بتكلمي تقولي أنا مش عارفة هرجع الشغل إمتى انصحيني. فبقول لها بصراحة إن كل واحد بيخيط حياته بالشكل المناسب ليه، ولكن لو بنتكلم بقى في الصحة النفسية فلازم نقول إن إحنا التغيير اللي بيجي على حياة الأم بوجود الطفل بيعمل حاجتين، بيخليها هي قدام شكل جديد من الحياة محتاجة توازن فيه، وتحت كلمة توازن دي ألف خط، توازن ما بين شخصيتها المستقلة أو بقية أدوارها اللي بتلعبها ودور الأم. معظم الستات سوري في الكلمة بتتسحل في دور الأم وتنسى كل الأدوار التانية، وده مش صح. أنا عيني على التوازن. الحاجة التانية، هل غيابي في فترة الشغل عن ابني هيأثر عليه نفسيا ولا لا؟ ففي الحالتين بنقول كل واحدة تختار هي اللي يريحها، ولكن أنا هتكلم بالأسس العلمية السليمة الصحية. أيوة. اللي تخلي الطفل ده يتربى وهو مطمن سوي نفسيا حاسس بالأمان. أوكي. تمام. ومن غير ما هي كمان تكون مضغوطة نفسيا، لأن ده بيحصل. يعني فكرة أنها ربي طفل سوي نفسيا وصحي نفسيا مش مرتبطة مامته بتشتغل ولا لا، ولكن هي إدارة الضغط النفسي اللي هي بتبقى عليه، ثانيا اهتمامها بنوع التربية اللي بتقدمه، ده مؤثر قوي جدا للحالة النفسية اللي بتبقى فيها. والكواليتي تايم طبعا، يعني مش معنى ان انا قاعدة بس كده مع الولاد، لا، يبقى في كواليتي تايم، في قيمة للي انا بقدمه لهم في الوقت اللي انا قاعدة فيهم معاهم. وهو ده اللي احنا عايزين نركز عليه، ان دلوقتي كل ام حتى لو ام جديدة او ام بقالها سنين محتاجين نلبس نظارة مهمة جدا على دوري كأم، وانه دور فعلا بجد يستاهل ان كل ست ماشية فيه تاج على راسها. دي مش هقول انها اعظم وظيفة، بس تعالي كده نتخيل الواحد لما بيجي يبني عمارة بيدخل كلية الهندسة يقعد فيها 5 سنين ويتدرب علشان يبقى اسمه مهندس معماري محترم. الأم بقى دي بتبني بني آدم. بني طيب آدم. بس احنا قبل ما نسيب النقطة دي، احنا ما قلناش ترجع شغلها بعد قد ايه، يعني القانون بقى مديها براح ممكن حتى أجازة بدون مرتب لمدة سنتين، لكن الفيزيكال يعني المظبوط طبيا ونفسيا قد ايه؟ نقول ان مثلا اول سنتين في عمر الطفل مؤثرين جدا، ولو ان كمان لحد سن ال6 سنين، لان هو بيبدا لا كده وسعت مننا. احنا مش عايزين الست تتفرغ لدورها كأم او تتفرغ للطفل، زي ما قلنا ايه التوازن هو الحل. فتشتغل جوه البيت، بره البيت ما بتشتغلش خالص، قاعده، لازم زي حضرتك بتقولي يبقى في كواليتي تايم، يبقى في اهتمام بنوع التربيه اللي بقدمها. سواء انا بقعد 10 ساعات بره البيت او 8 ساعات جوه البيت او وات ايفر، كل واحد حر يخيط حياته بالشكل اللي هو عايزه، لكن في طفل ليه حقوق مستنيها، فالحقوق دي انا بنصح ان نحاول قدر المستطاع ما نقصرش فيها من اهتمام بحالته النفسيه يعني وحالته الاجتماعيه. على حسب كل ظروف برضو واحده. أوكي. سنه ممكن تبقى كفايه لو هي قدرت بعد ما ترجع شغلها انها توازن ما بين ان هي قادره تهتم بالطفل. الحياه اللي احنا بنشوفها بنقول ايه، ان الام لو بتشتغل بالذات العمل الثابت ممكن ده بيبقى ليه ديماندز كده عليها وعلى نفسيتها وعلى جسمها، فغصب عننا برضو ان احنا نقعد نقول لها لا انت لما ترجعي بقى محتاجه تقفي تعملي اكل صحي وتخلي بالك من البيت نظيف، وان الولد قعدتي شبعتيه من وقتك ونايمتيه بدري، وانت كمان مهتمه بنفسك وبصحتك وبعلاقتك بجوزك. فكل ده بقى بعد فتره بتيجي الامهات تيجي تقول ايه، انا بعمل ده بس انا حاسه ان انا في خلاط، اعمل تعبت. ايه انا تعبت، انا بحاول ادي كل حاجه حقها، بس للاسف غصب عننا بيحصل عرقله في بعض الامور. طبعا. وغالبا بتبقى على نفسها هي. صح. في بقى حاجه يعني انا جربتها شخصيا، تأنيب الضمير. عارفه انك انت لما تسيبي ولادك او البيبي بتاعك حتى الاولاني او التاني وهم صغيرين، وانك انت لازم تنزلي الشغل بتاعك، الأم مهما عملت ومهما قعدت ومهما ما نامتش ومهما كل ضميرها بيفضل يأنبها في كل لحظة هي سايبة فيه الطفل. هل ده صحي؟ وهل الأم تحاول بكل طريقة إنها يعني تتجنب الإحساس ده،
وتقول لا عادي ما كل الستات بتشتغل وتتك على نفسها، ولا تستسلم للإحساس المدمر ده بتاع تأنيب الضمير؟ هو إحساس وحش جدا أوي بصراحة، وبعدين تلاقيه الأم بعد كده عمالة بتعوضه بطرق بقى ممكن تكون مش صح. صح، إنها مثلا تجيب حاجة حلوة بزيادة للولاد، تجيب حاجات غير صحية عشان تعوضهم، تشتري لهم حاجات كتير بالمرتب اللي هي بتاخده عشان تعوض غيابها. ده لو بيريح ضميرها تمام، بس هو لازم نركز احساس تأنيب الضمير جاي ايه، جذره منين. هو جاي من ان هي في صراع ما بين دوري بره البيت وجوه البيت، هنا هي مش عامله التوازن. لو اي ست بتحس بتأنيب الضمير تراجع التوازن اللي هي عاملاه. انا مقصره في ايه؟ مقصره مع اولادي، هي حاسه انها مقصره حتى لو قاعده طول الوقت ومضطره انها تنزل ساعتين ثلاثه، هي برده بتحس بالاحساس ده. لازم نفرق، يروح ازاي؟ لا يروح بان انا اجدد النيه. انا بعمل، لو انا بقضي 4 5 ساعات 8 ساعات بره البيت، انا بعمل كده ليه؟ هل انا عشان بفيد المجتمع بشكل ما؟ طيب خلاص، ده لازم يسكت بقى تأنيب الضمير ده. انا مفيده بره البيت، انا بعمل عمل فعلا ليه قيمه. برجع البيت، هل انا بقصر مع البيت؟ لو انا بدي جسمي حقه، اريح شويه وارجع اشوف بقيه البيت ممكن يكون محتاج ايه بولادي. مفيش اي مشكله خالص انه انا ارتاح او اخد اجازه لو يومين ثلاثه، لو اسبوع، لو شهر، اجدد فيه طاقتي، اجدد فيه نفسيتي، وارجع تاني ادي كل حاجه حقها قدر المستطاع. لكن لو تأنيب الضمير نابع من ان في تقصير باين قوي واضح ليها، واضح لبقيه افراد اسرتها او باقي ادوار حياتها، هنا لازم قاعده مع النفس. طب ازاي ارجع اظبط التوازن تاني؟ ده مش معنى الخلل في التوازن، او مش معنى ان انا عندي تأنيب ضمير ان انا لازم على طول طب اسيب شغلي. يمكن لما اسيب شغلي ضميري يرتاح. لو ده قرار وهيريحك تمام، بس لازم برضه دايما اللي بقعد احث عليه كل الامهات، لازم توجدي لنفسك دور جانب دور الامومه. ما تسيبيش الامومه كلها تبقى عامله زي البطانيه كده شفطتك، انها تاكلك شفطتك وبقيتي انت بس للامومه. عارفه ليه؟ لانه بعد فتره ولادك بتكبر، صح، مش هيبقوا محتاجينك زي الاول خالص، احتياجهم ليكي بيقل. طب هتعملي ايه ساعتها؟ لو انت كنت تخليتي، لا انت زي الاول، ولا الكارير بتاعك زي الاول، ولا حتى علاقتك بجوزك زي الاول، ولا علاقتك باصحابك ومع المجتمع زي الاول، فانت بقيتي هلاميه. لو تخليت عن كل على كل السلالم، مش على سلم واحد بالظبط. لو تخليت عن كل الادوار دي في سبيل ان انا دلوقتي ام فمركزه 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع، انا ام فقط، بعد ما الاولاد تكبر وتبطل تحتاج كل ده وتبقى بتعدي عليكي كده ساعه تقول لك سلام عليك وتخش اوضتها، ساعتها حياتك بقت فاضيه. في ديليجيشن، في ساعات امهات بتلجا لانها يعني توكل مسؤولية الأطفال لفترة، يعني لفترة وقتها في عملها، للأم، للحما، لناني كويسة بمراقبة الجدة أو الجدة من أي طرف من الأطراف، أو من مراقبة الأخت. أو إيه حكاية التفويض في حياة الأم؟ وهل ده يجوز؟ وهل ده صحي برضو؟ ولا إيه الأخبار؟ بصي، هنقول رأينا بصراحة. هو أكتر علاقة تبقى مفيدة جدا للطفل وصحته النفسية هي علاقته بوالدته على طول. يعني مهم يكون دايما في عنصر ثابت في حياة الطفل، والأم مش متغيرات مش كتير. متغيرين كتير. أنا بتكلم طبعا على أسس الصحة النفسية السليمة يعني. وطبعا أنا متخيلة أن كل واحد في حياته ممكن يبعد عن الشكل ده شوية، بس هنقول ممكن نعوضه إزاي. طبعاً هنقول ممكن نعوضه إزاي، لكن لو بنتكلم زي ما الكتاب بيقول، الطفل بيكون حاسس بمامته من قبل ما يشوف الدنيا. لأنه سامع صوتها طول الوقت من هو في بطنها، وحاسس بمشاعرها. ده هو بيبقى عامل زي المرايه، جهازه العصبي بيبقى عامل مرايه لجهاز عصبي، الجهاز العصبي بتاع الام من هو جوه بطنها. فبيبقى ليها معزه خاصه كده جوه قلبه، وبيحس بيها ويشم ريحتها ويحس بطاقتها في اي مكان، فتفضل هي المؤثر الاعمق في حياته. لما بتغيب عنه فتره في وسط اليوم مفيش مشكله، طالما قادرين نعوضه. عشان كده دايما اقول للام العامله، مهم ان احنا نبقى مركزين اني بعوض الطفل كل يوم. فبقعد معاه مش بالكيف، احنا بنقعد نعمل حاجات كتير قوي، ولكن او مش بالكم اسفه، ولكن بالكيف. بنقعد مع بعض، ولا انا قاعده فاتحين التلفزيون وماسكه الموبايل، اسمي قاعده معاه، لكن هل هو مستفيد؟ لا. لا، لازم تكون في اكتيفيتيز او انشطه بعملها معاه تغذي ده. ليه بقى؟ لان العلاقه الوطيده ما بين الطفل ووالدته بتؤثر كمان في نموه العقلي. يعني اكتشفت الابحاث النفسيه ان في جزء في المخ اللي اسمه الهيبوكامبس مثلا، دي حته موجوده بتكبر وتصغر على حسب الاحساس بتاع الامان والاطمئنان اللي جاي من علاقه الطفل بوالدته. سبحان الله. طب الحته دي مسؤوله عن ايه؟ عن الحفظ، استرجاع المعلومات،
وتدارك المشاعر او عمليه ان انا ببروسس الايموشنز بتاعتي. طب دي لو العلاقه بالام ممكن يكون فيها خوف او عدم تواجد، الام مش موجوده او انا خايف منها، فالعنصر او الجزء ده من المخ بيفضل حجمه صغير، فيؤثر. نيجي بعد كده لما الولد يخش المدرسه نلاقي في صعوبات تعلم، طب هو عنده حاجه معينه؟ لا والله ده هو بس الحته دي في المخ محتاجه تكبر شويه، فنشتغل على علاقه الطفل بوالدته ونقول نعمل كذا ونق كذا كذا كذا، نحط لهم جدول كده بحيث نرجع نحمي العلاقه دي فالطفل يستفيد. فعلاقه الام الطفل بوالدته علاقه قويه جدا ومهمه جدا. الام مش موجوده بنعمل ايه؟ بنحافظ على قد ما نقدر ان يكون في روتين ثابت في حياه الطفل كل يوم، لو هو مع ناني، لو هو مع جده، لو هو مع عمه، لو مع اي حد، ده ثابت. تمام. والوقت اللي بقعد فيه مع مامتي برضو وقت ثابت وفيه كواليتي كويسه بستفيد وبعوض بيها. حلو قوي. قولي لي الكواليتي تايم او الفتره اللي نقعدها مع اولادنا في اللي هي المتاحه لينا، اوكي، نعمل فيها ايه؟ حلو قوي. عندنا مثلا من سن زيرو لحد سن مثلا 6 7 8 سنين لازم يكون في لا من زيرو لاتنين يعني رضاعه يعني. زيرو لاتنين طبعا بيكون في هنا بيبقى الفيزيكال تاتش او التلامس ما بين الطفل ومامته مغذي جدا شعوريا ونفسيا وعقليا وكل حاجه. فدايما بنقول ايه؟ انه لو عايزين بجد ناثر قوي على حياه الاطفال في وسط الزحمه اللي احنا عايشينها، عندنا ساعتين الصبح او يعني فتره الصبح وفتره بالليل اكتر وقتين ممكن نفيد فيهم الاطفال. الصبح واحنا بنصحيهم على قد ما نقدر نكون مريحين بشوشين هادين طبعا. بالليل قبل ساعة او ساعتين قبل النوم احنا ما بنعملش اي حاجة غير ان احنا قاعدين مع بعض على حسب بقى السن. زيرو الاتنين فاحنا بنحمي ونرضع ونغير ونحضن وننيم. كبرنا شوية وبقينا في سن المدرسة او الحضانة مثلا لحد سن 6 7 سنين، حدوتة قبل النوم مهمة جدا برضه. الامهات نسيوها الحكاية دي بالظبط كده، بس عايزين نرجعها تاني. انا لحد النهاردة فاكرة حواديت كان بيحكيها لي والدي وجدتي وبفتكرها وبتعلم منها دروس معينة، وشعور الامان والاطمئنان والحضن اللي الطفل ده بياخده قبل ما ينام بالليل. تخيلي حضرتك احنا لما بننام هرمون النمو بيتفرز في جسمنا صح. فلما كمان انام وانا حاسس ان انا مطمن وخرجت اللي جوايا واتكلمت وحكيت النهارده حصل ايه وحسيت بالاهتمام والاحتواء من مامتي، ده يغذيني شعوريا. فده مش هتاخد مني وقت كتير ولكن بس الساعه ساعتين قبل ما انام بالليل، عشاء، شاور، بنتكلم مع بعض، بنحكي حكايه، بنتفرج على حاجه بتضحكنا واخده في حضني ويلا تصبح على خير بالدنيا كلها. ومش لازم الام بقى تبقى متفرغه 24 ساعه عشان تحس انها قامت بالدور واثرت في تربيه نفسيه ولادها، لا، ممكن بالساعتين دول وساعه الصبح واحنا بنحضرهم للمدرسه او للحضانه نبقى على قدر المستطاع، مش مضغوطين، مش بنزعق، مش بنصرخ، لان ده بيوتر الاطفال، بيوتر الجهاز العصبي، بيخلي عندهم ولا قدر الله بعد الشر لما بيكبروا عرضه او اكثر عرضه مما غيرهم من عند غيرهم يعني للمرض النفسي، للاكتئاب، للتوتر، للقلق. الجهاز العصبي هو بيحركنا بيحركنا بشكل احنا ما بنبقاش داريين بيه واحنا كبار. نيجي نشتغل مثلا مع الام او مع الطفل شغال قدامنا، انه مشاكله كلها من توتر وقلق وطريقه تفكير غلط والكلام ده كله جايه من الصغر، انه انا ما كنتش مطمن، كنت متنشن على طول. للاسف القاعده العامه يعني الاغلبيه بتقول ان الستات لما بتكون بتشتغل بره البيت فما عندها بصمه الساعه 9 ومش عارفه ايه بتاع، فبتكون متوتره شويه الصبح. هنا دي مش ذنب الطفل، حاولي انت ان انت تسهيله بدري، حاولي انت تظبطي انت حاولي تظبطي نفسك. مش عايزين نكون بنضغط برضو عليها ونقول لها اعصاب الطفل اهم حاجه وانت ولا حاجه، لا، بالتوازن، خلي عينك دايما على التوازن. وعايزه اقول كلمه هنا مفيده جدا، انه ما لا يدرك كله لا يترك كله. والكمال على قد ما تقدري والكمال لله وحده. لان في امهات بتبقى يعني بتضغط على نفسها قوي، عايزه اليوم بيرفكت. لا، ده مش صح. النهارده هتصيبي هنا وهتسيبي هنا، هتخيب هنا شويه وهنا، بكره هتصيبي في كذا. خلي عينك بس على ان انا كل حاجه لو في حياتي واخده 20 30% كفايه، لكن 100% في كل حاجه مستحيله. هو ده سبب الضغط النفسي، هو ده سبب الاحساس بالذنب، هو ده سبب تأنيب الضمير، هو ده سبب التسرع احيانا في ان انا خلاص هسيب الشغل او لا 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 انا مش قادره اقعد بيت انا هنزل الشغل. بناخد قرارات غير مدروسه تحت الضغط النفسي. ولو سابت الشغل وقعدت ضميرها هيأنبها برضو، وهتفضل تلوم الطفل ده او الاطفال دول على انها سابت الشغل في وقت من الاوقات اللي كان بيسعدها او كان مخليها عندها اشباع من حاجه معينه. مظبوط طبعا. الاب ما جبناش سيرته من المره دي خالص، المره الجايه بقى نبقى نتكلم على الاب ان شاء الله، لان وقتنا خلص. ولو ان في ثانيه ممكن تقولي دور الاب بالتوازي كده بنفس الاهميه؟ حاجتين، احتواء الام شعوريا. ايوه احتواء الام عجباني. احتواء الام لانها هتتغير،
اهتماماتها بتتغير غصب عنها، ممكن غصب عنها ممكن تأثر. اوعى تحس بالغيره واوعى تحس انك متضايق من الطفل دي، بالعكس احتويها كل ما احتويتها حته منك. كل ما احتويتها بانك ما تاخدش على خاطرك بسرعه وتاخدها في حضنك وتطبطب عليها وتساعدها بالشكل المناسب والملائم ليك، طفتها ورجعتها بسرعه لنيه الامومه، تجديد نيه الامومه. بالظبط كده، بالظبط. انا بشكرك شكرا جزيلا مروه محمد، الاخصائيه النفسيه واستشاري العلاقات الاسريه والزوجيه، شكرا جزيلا على كل اللمبات اللي نورتيها في راسنا وراس الامهات الجدد باذن الله، اللي بنتمنى ان شاء الله ان دايما يكونوا سعداء، علشان فقد الشيء لا يعطيه. لو انت مش سعيده، لو انت مش مبسوطه، لو انت مش مستريحه في حياتك، عمرك ما هتطلعي أطفال مستريحين مبسوطين عندهم صورة سعيدة لشكل الأسرة. ده بيجي منك أنت والأب زي ما قلنا في الآخر. فبكرر شكري حضرتك مرة تانية، وإحنا بقى ناخد فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا لليوم في ست الستات. خليكم معنا.